حياكم الله من جديد مشاهدينا. يزخر تراثنا العربي والإسلامي بالكثير والكثير من الجوانب الجمالية، ولعل من أجمل وأروع جماليات تراثنا هو الخط العربي. فاللغة العربية هي الوحيدة من بين لغات العالم اللي تتميز بتنوع خطوطها وجماليتها. هذه الميزات والجماليات نتعرف عليها مع ضيفتنا اليوم، هاوية للخط العربي الأستاذة مريم العوض. ولكن يفصلنا عن هذا الجمال وهذا الخط وهذا التراث هذا التقرير. حياكم الله من جديد. محمد يابر مدير الاستوديو من الصباح، الله يحفظه وان شاء الله دائما موجود معنا بالاستوديو. ابتسامه، وهذه ابتسامه لعيون من يناظرنا عبر شاشه تلفزيون دوله الكويت. شكرا لك محمد، واكيد نرجع معاكم للخط العربي وتنوع الخط العربي وجماليته. لغه الضاد هي اللغه العربيه من اجمل اللغات في العالم واصعبها تحديدا، لانه يصعب على الكل تعلمها، ولذلك فهي من ارقى اللغات ومن اعذب الاحرف والكلمات تنقش من خلال خطوط جميله. يسعد صباحك مريم، حياك الله معنا في صباح الخير الكويت. الله يحييك. كلنا سعاده باطلاع أولى لك معنا في صباح الخير الكويت. شكرا حياك. خلي لي اياك يا رب. وبداية بنتكلم عن الخط العربي وجمالية الخط العربي، أكيد له مكونات أساسية ورئيسة من خلالها ينطلق هذا الخط، لو نتكلم عنه. شوفي، أول شيء الخط العربي، شلون بدأ الخط العربي؟ الخط الإسلامي قبل، البداية كانت إسلامية، الإسلام قبل كان عندهم إشكالية في الرسم والتصوير. صحيح. فكانوا يغيرونها على الخط. يبدعون بالخط. حلو. الخط الكوفي كان أول الخطوط اللي بدأ من الكوفة على عهد الإمام علي عليه السلام. صحيح. فبدأوا من بعدها يزخرفون الخطوط كلها، بدال لا تكون التصوير اللي هي إشكالية فيها، فيروح نحق شيء أحلى منها. صحيح. والخط العربي مع أحرف الحلوة تقدرين تشكلين فيه الخطوط. مكونات الخط العربي لازم يكون عندك ثلاث أشياء أساسية. ألا وهم؟ الورق يكون كوشيه على اساس ان تقدرين تسوين فيه، يكون ناعم. صحيح. على اساس تقدرين ما تطلع تشققات بالحروف. بالضبط. وعندنا القصبه، انواع طبعا القصبات، انا راح اخذ لك الحين بس نموذج واحد على الاقل. حلو. عندنا هذه القصبه، طبعا هي قصبه عاديه انت تسوينها تشطفينها او تي جاهزه. على اي اساس تشطفينها؟ على اساس ما انت تبين، على ما انت تبين مثلا الشطف اللي انت ترتاحين فيها بالكتابه. في تي جاهزه وفي انت تسوينها. حلو. انا اخاف اشق ايدي بالكتر فاخذها دائما جاهزه. وعندك المحبره هذه فاضيه، تاخذين الحبر، انواع الاحبار. في ريحان، دومان، في كاليغرافي، في انواع وايد. هذه انواع الاحبار. هذه انواع الاحبار افضلها. انا عندي ريحان ودومان. دومان من افضل الاحبار اللي انا استخدمها. حلو. وعندك الليقه اللي هي الحرير، مثل خيوط حرير. حلو. راح تحطينها بهذه، تكون فاضيه تحطينها فيها، تصبين عليها شويه حبر. الحلو الاستاذ طبعا حسين مقيم هو اللي علمني الاساس، ان انت لما تكتبينها كذي ما راح ينكب أبداً. بس بنفس الوقت انت لما تحطينها راح تشوفينه صار كانه اخذ اللون كامل. حلو. بس انه ما يطيح. حلو. فهني يكون عندك انت هذا الالوان وهذه الاقلام، هذا هني كل شيء جاهز. طيب انا اللي عارفه عن مريم ان هي ايضا رسامه وتعشق الرسم، وراحت للخط العربي بعد فترة معينة من الرسم اللي هوتها هي أساسا. شو اللي خلاش تروحين للخط العربي؟ شوفي، أنا أموت على الرسم. موهبة هذه من الله سبحانه وتعالى. صحيح. من صغري وأنا أمشي وأرسم. بعدين اكتشفت أن أنا لما كبرت، لا، كل ما أحد يقول كلمة لا إرادي تلاقين صبعي يكتبها. فحضرت 2013 معرض مواهب. حلو. وأنا لي معرفة بالأستاذ حسين مقيم، لي معرفة يعني، بس أدري أنه هو خطاط وكذي. صحيح. فقعدت معه وقلت له ترى أنا أرسم وأحب الخط، فهل ممكن اكون؟ وعلمني بس شلون تمسكينه، وسبحان الله انا اصلا يعني عندي هذه الشغله. اي فظليت انا بروحي اتعلم، دشي على الاماكن والمواقع، كتب تتعلمين منها وممارسه. يعني ثقلتي نفسك بنفسك. ومثل ما قال لي ترى لازم تكتبين كل يوم. بالضبط، احنا بالخليج تكتبين الحين بعد تحديدا. ان شاء الله. لكن قولي لي اي نوع من انواع الخطوط اللي تعشقينها ودائما تخطين فيها؟ انا عندي دائما الخط الديواني. الخط الديواني نوعين طبعا، الخط الديواني العادي والخط الديواني. أسأل ليش؟ الخط الديواني حروفه حلوة. حلو. وسهلة. الجلي اللي لما تزيدين عليه زخرفة. فأنا أحب الزخرفة، لازم أزيدها. حلو. بطرق معك موضوع الزخرفة والخط العربي، لكن نبيش تكتبي لنا شغلة صغيرونة ونشوف شلون طريقة مسكة القلم وأيضا أخذت لي الحبر.
من خلال القلم المستخدم. شوفي أنا عندي مشكلة بالمسكة. الناس كلها تمسك مسكة وأنا مسكة غير عن الدنيا. تميز. أوكي. فشوفي أنت جربي تمسكين القلم. أوكي. نجرب. القلم عادي. إيه هذا العادي يكون كذي. أوكي. كالعادة. إيه. المفروض هذه المسكة. أوكي. أنت تمسكينها؟ هذه المسكة. ايوه قص السوشي هذه صدقيني هذه حتى مو قص السوشي هذه انا حلو يلا انا امسكه بهذه الطريقه فهي طريقه كلش مختلفه عن الطريقه الاساسيه او الطريقه العاديه ناخذ لك القلم الاحمر عشان الصبح حلو هذا امس انا سويته جديد الحبر انت راح تحطينه داخل حلو ان شاء الله ايدي ما ترجف عشان ان شاء الله لا توني بشيل هذا فطبعا القلم راح تميزين القصبة الصينية عن المصرية القصبة الصينية أكثر من حرفين تقدرين بدون لا تحطين الحبر مرة ثانية لكن المصري مع كل حرف لازم تحطين حبر ليش؟ هي سلسة المصري أفضل طبعا المصري والإيراني أفضل فإحنا الحين نحاول يظل العربي الإسلامي أفضل كل شيء كل شيء يعني أنا بالنسبة لي الخط قلت لك الديواني هذا الحين تقريبا كل اللي قاعد أكتبه الخط ديواني انسي رجفة إيدي يمشي الوضع الحين فأوكي تختارين على حسب ما تبين عرض الخشبة اللي أنت تبينها أي القصبة اللي أنت تبينها الحين مثلا هذه غير وعندك مثلا ناخذ لنا واحدة ثانية نكمل حلو. فيها أنا عندي هني شغلة أنت كاتبتها أيضا رسالة تحت الماي هذه لعبد الحليم والكل عارفها أيضا شوفوا شلون خاطتها بزخرفة جدا جميلة ورائعة وباللون الأزرق حتى توحي أنها فعلا تحت الماء فهذه الروعة أيضا في كونها فنانة تشكيلية وانتهجت نهج الخط العربي فيكون عندها زخرفة أيضا وخط عربي في ذات الوقت فرض معاش طبعا الحجم طبيعي إيه؟ فهذه صباح الخير حلو بس كل واحدة ب هذه القصبة شنو الصينية ولا؟ هذه مصرية. مصرية. شوفي. كل حرف لازم تاخذي لك. النهاية مهمة ترى. هو الخط أهم ما فيه النهاية. ليش؟ هي اللي تطلع الجمال. يعني تشوفين أنت الجمال ترى لو تكون بدون يعني لما تشيلين هذه راح تصير غير ترى ما راح تصير وايد حلوة. صادقة. هي هذه مطلعتها. أنت إيدي ورشفتها. بالضبط مو مشكلة. بس هي وايد تطلع لك الحرف يعني حتى أنت لما تمسكين لازم تفرين القلم عشان تطلعين. شكلين دنج مع. الحلوة حالات الخط. حلو. طبعا في شغلة لازم أقولها اللي يتقن خط الثلث يعني يتقن الخط العربي. بالضبط. يعني اي واحد يقولوا له خطاط ما يعني انت الحين مثلا انا اقول لك انا احب الخط الديواني صحيح. بس لو انا ما اكتب بخط الثلث ما راح اكون خطاطه فلازم انا خذيت من الخطوط كلها ولازم خط الثلث اذا كتبتي يعني انت خطاطه فالحمد لله انا من شفت نفسي قدرت على خط الثلث قلت الحمد لله بديت المستوى حلو والجميل انك صقلتي نفسك ودخلتي مواقع ودخلتي اماكن ممكن تتمرسين هذه الشغله اذا بسالك مريم عن خلنا نقول الزخرفة والخطوط العربية هناك من يتقن الخط العربي لابد أن يتقن الزخرفة والعكس صحيح ولا أن هذا مختلف عن ذلك شوفي أنا مثل ما قلت لك هو لأنه كأنه رسم فالزخرفة نوع من أنواع الرسم أنت لما تزخرفين شغلة كأنك قاعد ترسمينها تسوينها يعني مو مجرد أنك تحطين خط أنت قاعد ترسمينها تنقشينها فبالنسبة لي الزخرفة مع قلتي الخط أعتقد لازم شيئين مع بعض لازم. بدون الزخرفة ما راح تقدر ما راح يطلع شيء مضبوط بالضبط طيب هناك انواع ومدارس كثيره خلينا نقول خطاطين كثيرين وكل واحد له يمكن مدرسه معينه وانتهج خط معين مريم منو تعشق من الخطاطين العربيين خلينا نقول موجودين وخلينا نقول محليا شوفي الاستاذ عادل الزهراني السعودي بس انا اللي وايد احبه يعني وانا متعلمه منه وانا قلت له امس ترى انا راح اقول اسمك الاستاذ حسين مقيم صحيح بالنسبه لي صباح الخير انا بالنسبه لي هو من افضل الخطاطين اللي انا اصلا منه حسيت ان انا راح اقدر اخط بدال الرسم حلو وايد حلو يمكن كونك رسامه مريم واكيد تتنوع ادوات الرسم يعني بالخشب بالفرش بالسفنج مثلا بالخامات بلشوا يرسمون بكثير من الادوات خلينا نقول ادوات الخط العربي قلتي لي يمكن الخشب الحين هم
تشكل وتطور. قاعد يتطور بشكل كبير ولا اساسياته تكون قاعد موجودة؟ يتطور. يعني شوفي عندك هذه الاساسيه اللي قلت لك اياها، هذه العاديه اللي انت تشطفينها، هذا نوع من الانواع اللي بعدين طلعت اللي هي فيها مثل شقه على اساس انها تشرب الحبر من داخل. فانت لما تكتبين راح تحسين بسهوله بالكتابه. حلو. وفي عندك انواع جديده، في انواع اللي هي هذه اللي قبل متعلمين عليها الريشه. حلو. هم تركبينهم باحجام معينه وانواع. حلو. معينه. وفي الجديد هذا طبعا حق اللي توهم بادين المبتدئين، وهذا جديد على فكره. يعني هي انواع جديده قامت تطلع، هذا واحد من الانواع. هي ترى قصبه عاديه وتشوفي بعدين فيها مثل بلاستيك، شوفيها لازقينها فيها. صحيح. داخل من داخل لازقين فيها. اي هذه حلوه حق اللي توهم يبتدون يدد. يعني هي بلاستيك كانك قاعد تكتبين على قلم عادي، بس هي قصبه تمسكينها مسكه القصبه وتتعلمين على انش هذه قصبه. صحيح. وتتعلمين فيها، فكل ما يلا ويتطور. انت تشوفين قبل بس كانت هذه. اوكي احنا لين احنا نستخدم هذه لان هي الاساس. أساس. هي الحلوه. بس كل ما يلا الموضوع يتطور. وانا بالنسبه لي هم هذه من الاشياء الحلوه اللي انت سهوله تقدرين تحطين فيها. دائما تقتنين الجديد؟ انا اي، هذه مثلا اخر الانواع اللي نزلت. حلو. بالنسبه للاسف بس حجم واحد. لو ينزلون منهم احجام راح يصير الموضوع وايد حلو وسهل. يعني انا اعلم ولد اختي مرات شلون يمسك هذا، فبالنسبه لي ان اقول له خذ هذه عبد الكريم راح تقدر تكتب فيها هي اكثر. يعني. طيب اذا بسالك، دائما تكون الادوات خشب، ما في احنا نستخدم الحديد او القلم الحبر اللي هو هذا العادي، بس الدارج في الاستخدام واكثر روعه الخشب. هذه اي في القلم اللي هو قلم الخط العربي. صح. هذا حق المبتدئين. هذا حتى انا لما بديت الاساس، لما تدشين على مواقع اليوتيوب يقولوا لك الاسهل انك تستخدمين لانك كانك قلم عادي. صح. شوي تدرجي من القلم العادي عاد بعدين تهي غشي مسكي هذا. حلو. لان هذا قصبه. صحيح. بس كانك تكتبين بالقلم العادي. بالضبط. وشوي شوي دشي على الباجي من خلال الخطوط اللي تشوفينها قدام عينك تكتشفين ان هذا خطه حلو ولا لا، وهذا ممكن يكون خطأ في المستقبل. اي يمكن عشان نظرتي حق الرسم. انا لما اشوف الناس اللي ترسم يبين عندي ان هذا هاوي للرسم ولا هذا رسام. اي بالضبط. والجميل في الموضوع ان مريم تلاحظ ليوه، لان ترسم بورتريهات، فاول ما تيجي تطالع الوي تقسيمه الوي عشان تروح ترسم، فانا شاكه انه ورا هاللقاء في رسمه حقك. ان شاء الله راح اجيب لك رسمه ان شاء الله حقك. حبيبتي شرفتينا بوجودك معنا في صباح خير الكويت. اتمنى لك التوفيق يا رب اجمعين. وناطر المعرض الاول لانطلاقه مريم قبلها لوحتك. اكيد حبيبتي خلي لي اياك. شكرا لك وجودك معنا في صباح الخير يا كويت. شاكره كثير لضيفتنا هاويه الخط العربي الاستاذه مريم العوض. بنروح معاكم إلى هرم كبير وعلم من أعلام التعليق الرياضي الكويتي والعربي، معلق سحر الناس بصوته وخفة دمه ولزماته المتنوعة، إنه ملح الرياضة الكويتية شيخ المعلقين الأستاذ خالد الحربام يوسف. الله يشافيه ويعافيه ويطول بعمره. راح نتعرف أكثر عن هذا العلم والرمز الرياضي المميز من خلال هذا التقرير.